عليكم واهلا وسهلا بالغزالات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ديال الحداقه، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في هاد الايام. ان شاء الله غادي نحاول نصور لكم بزاف الحويجات اللي زوينين بغيت نبارطاجيهم معاكم، واللي هما تحضيرات واحد السابع اللي صراحه كنت انا مأجله واحد شويه، كنت كنقول حتى لاخر شهر 12 حتى شهر 1، ولكن المهم لظروف ما قلت ان شاء الله غادي نحاول نقادو على ود الاخر تاع هاد السيمانه هادي. فقلت ان شاء الله غادي نبدا نوجد من دابا، بغيت يعني تقريبا بغيت نقدروا نقولوا بزاف الحويجات بغيتهم يكونوا ديال الدار، شي حويجات غادي نكومونديهم وغادي يعني حتى البنات هكا ان شاء الله اللي كيبغيو يوجدوا داكشي كما نقولوا بكل حب، يعني كيبغيو يوجدوا داكشي ديال الدار يكونوا فيه لمسات زوينه. غادي نشارك معكم بزاف الحويجات. المهم اليوم اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نبدا بعجين واحده، غادي نحاول نخرج واحد اربعه تشكيلات هكا ان شاء الله ديال حليوات دوازات. شي حليوات عندي، شي حليوات باقا غادي نزيدهم. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي ندوزو ان شاء الله هكا نشارك معكم واحد الحليوات اللي يمكن لكم هكا تصايبوهم بسرعه زوينين وفي المتناول. يلا البنات قفضوا لي الكميمات. يلا ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على مقادير هاد الحلويات. هاد كمكونات هنايا، اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاس متوسط ولا كاس شاي باش غادي ناخذ به القياسات. هنايا عبرت كاس مملوء من الزيت النباتي، كاس وربع من السكر الخشن او سكر سنيده. المهم الا بغيتو ديروا حتى كاس ونص لان الكميه اللي غادي نصيبو الحلوه شويه بزايد. المهم انا درت غير كاس وربع، ما كنبغيش هذيك الحلاوه كثيره. عندنا هنايا اربعه الحبات ديال البيض اللي تاهما خرجتهم من قبل من الثلاجه، هما والزبده ولا المارغرين اللي غادي تخدموا بها. انا هنايا تقريبا عندي 100 غرام. هنايا استعملت انا الزبده الغير مملحه، ولا تقدروا تعوضوها كما قلت لكم بمارغرين ديال الحلوه. هنايا عندنا واحد الملعقه صغيره مملوءه ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر، ما يعادل كيس من وزن 8 غرام. عندنا لافاني سواء هكا سواء سائله، شويه ديال الملحه. وبالنسبه لهنايا الدقيق عبرت تقريبا 700 غرام، 700 غرام ديال الدقيق، وبيان سوغ راه كيبقى على حسب النوعيه وشحال غادي يهز معانا. فيا بسم الله، هنايا فحال الصحن عريض ولا قصريه اللي غادي تخدموا فيها. اهم حاجه انا كيعجبني هكا، كيعجبوني بحال هادو كيكونوا عراض باش كتخدمي على راحتك. المهم هنا درنا دوك ربعه الحبات كاملين ديال البيض، غادي نزيدو عليهم رشيشه ديال الملحه، غادي نزيدو هذيك لافاني اللي عندنا، نزيدو كاس وربع ديال السكر. صافي غادي ندوز نبدا نخدم هاد السكر مزيان مع البيض. صافي هنا حتى كنحس بداك السكر ذاب هو والبيض. غادي ندوز دابا نضيفو هذيك المارغرين كما قلت لكم، دائما تكونوا مخرجينها على تيساع من الثلاجه باش كتكون هكا على شكل بوماد، دغيا كتندمج ليكم مع باقي المقادير. صافي وهاد المرحله كنبداو نخلطو الزبده، وحنايا كنضيفو في الزيت تدريجيا حتى كينسجموا لينا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا في هذه المرحله غادي ندوزو نزيدو هذيك الخميره، وبنفس هاد الطبيصيل هذا غادي نبدا نضيف في الدقيق تدريجيا كما كنقولوا. واخا هكا شي مقادير عطاوكم الدقيق مضبوط، ما يعمرو ما غادي يكون يعني على حساب نتوما كما كنقول لكم، هذا كيرجع للنوعيه اللي كتستعملوا، حيت كاين النوعيه يعني اللي كتكون ممتازه، كاين اللي كتكون خاصه بالحلويات، وكاين النوعيه اللي كتشرب، كاين اللي لا. المهم هكاك علاش دائما كنبقاو غاديين دقه دقه، حنا كنزيدو وحنا كنجمعو. العجين ديالنا ها هو صباح جاهز. المهم كما كتشوفوا البنات كيكون واحد العجين هكا ليفتي، ما نحاولوش نقصعوه بزاف. دابا غادي ندوزو باش غادي ناخذو منه واحد طريف بحال هكا، غنحاولوا كما قلت لكم نديرو منه شكيلات. المهم انا غادي نحاول نقسمو هكا على أربعة، وهادو اللي كنكونوا باقي ما خدمناش بهم من الاحسن يعني ما تخليهمش هكا ما مغطينش، لان مع فيها الزبده وداك الشيء والزيت راه كتقدر انها تنشف. من الاحسن كتاخذوا هكا قطع ديال من الورق البلاستيكي، وهادو غادي ندوز نوريكم بسرعه باش غادي نكهو. مثلا وحده فيهم غادي نديروا ليها النكهه ديال البرتقال، فخديت هنايا لوزيس ديال البرتقاله صغيره، كنغسلوها مزيان نمسحوها وناخذوها كالقشره الفوقانيه بلا ما نوصلوا لهذاك البياض، وغادي نزيدوا عليها واحد المعلقه صغيره عامره كذلك ديال المربى سواء ديال البرتقال سواء المشماش، المهم اللي توفرات عندكم.
وهذه ثانيه غادي نزيدوا عليها بودره الكاكاو، الكاكاو المر اللي كيكون خاص بالحلويات، وتقدروا تزيدوا عليها حتى النكهه مثلا القهوه ولا هكا قهوه سريعه الذوبان، واحد المعلقه صغيره الا بغيتوا. وغادي نزينوها بالزنجلان، الزنجلان البيض. المهم غادي نبقاو غادي ندقه دقه بلا كما نقولوا الحرق والمراحيض. غادي نخلي هذه اكوطي، غادي ناخذ هذه اللي غادي نديروها بالنكهه ديال الليمون، كتجي فيها واحد الريحه واحد اللذه ما نعاودش لكم. صافي غادي ندوز نخدمها مزيان. العجين ديالنا ها هو صباح جاهز، المهم كما تشوفوا كيفاش كيجي بهذيك النكهه رائع. دابا غادي ندوزو مباشره، ديجا وجدت هنايا الصينيه ديال الفرن ديالي، غندوزو نبداو نديروه كويرات اللي يكونوا نزيد واحد شويه على هذه، كويرات اللي يكونوا هكا متوسطين، وبيان سور القياس نتوما اللي غادي تحكموا فيه. كملت هنا، دابا غادي ندوزو الجزء الثاني اللي قلنا غادي نديروه بالكاكاو، غير هو دابا مادام زدنا هاد المعلقه كبيره الكاكاو فحال اللي زدنا عليه واحد المعلقه ديال الدقيق لانه جاف، فاوتوماتيكمون العجينه تقدر تقصح. فاش تقدروا تزيدوا يا اما تزيدوا شويه زيت ولا شويه تما هكا طريه صغير الزبده، ولا تزيدوا هكا مقدار هكا واحد المعلقه كبيره تاع الحليب، يعني نص المقدار اللي درنا هكا كيكون جاف كنزيدوه يكون سائل باش كتخفف لينا العجينه ما تبقاش ناقصها. صافي ونخدموها مزيان. العجين ديالنا ها هو صباح جاهز، دابا مباشره غادي نبداو نشكلو فيه نفس القياس اللي درنا في هاد الكويرات هادو، باش يجيونا الحليوات ديالنا تقريبا يكونوا قد نبداو نشكلو هكا. وتقدروا البنات دوزوه في بياض البيض، عاد ديروا هكا في الزنجلان الا بغيتو يجي فريمون زعما شاد بزاف، ولكن راه كيما تشوفوا ما دوزتو لا في بياض البيض لا حتى شي حاجه. انا غادي نجي هكا نيشان غير نكورو ونديرو في داك الزنجلان البيض، كيجي المنيضر ديالو زويون. ها نتوما هنا دابا مباشره غادي ندوزو القطعه الثالثه ولا الشكيل الثالث اللي حتى هو غادي يكون ساهل ماهل. غادي ندوزو في الاول كنشكلو هكا على شكل كويرات اللي يكونوا بنفس القياس، ومن بعد بحال اللي كنديرو هكا على شكل صبيعات اللي يكونوا طويلين واحد شويه. كنكونوا حنايا موجدين هنايا فرشيطه اللي تكون كبيره، كنجيو كنضغطو مزيان بحال هكذا على هاد الشكل. صافي وكنحطوها هنايا في صينيه الفرن. مشتو طريقه ساهله عاوتاني، كنجيو هكا كويرات في الاول، من بعد كنديرو هكا شويه طويله، وكناخذو هكا فرشيطه ونضغطو مزيان تتبان خدات هذاك الشكيل ديال الفرشيط. صافي ونقادوها من جنيبات ونحطوها. هنايا الاولى ديالنا هي تبارك الله صبحات جاهزه. دابا غادي ندوز، رديت الفران يسخن. دابا قبل كندوز هنايا كناخذو هكا شي حاجه اللي تكون فيها شي تقمقيمه، القبطه ديال شي موس شي معلقه ولا شي حاجه، وكدوزو كتاخذوا هاد الحلويات هكا وكديروا بهم هكا واحد الثقب الوسط، باش هذا من بعد ملي كيطيبوا كندوزو كنعمروهم. المهم بهذا الشكل هذا. والصينيه ديالنا ها هي صبحت واجده، مقلنا الا ندوزو ندخلوها الفرن. هنا دابا غادي نرجعوا القطعه الرابعه والاخيره، كما تشوفوا فرشت هنا البلاستيك الغذائي ودرت فوق منها البلاستيك الغذائي، ولا تقدروا ديروا حتى ورق الزبده. صافي وكندوزو ناخذو هكا واحد المدلك وغادي نحاولوا نطلقوها. المهم ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، المهم راه تشوفوا معايا ديك الساعه السمك. صافي طلقوها سوا بالطول ولا بالعرض كما كانت، لان في كلتا الحالات غادي نقطعوها ان شاء الله بشكل دائري. صافي دابا غادي ندوزو نحيدو هاد البلاستيك الاولاني، ودوزو ديك الساعه تاخذوا سوا مرشم داير ولا هكا شي زليفه اللي عندكم السمك ديالها صغير، ولا هاد الراس ديال الكاس. المهم ديك الساعه غادي تبداو تقطعوا فيها على شكل دوائر، غير هو كما كنقول لكم دائما في التقطاع ما تهزوا المرشم تعرف تاكدوا انها راه تفكات على العجينه، باش ملي كتبغيو تهزوها كتهزوها بسهوله. المهم ناخذ هكا مثلا واحد الموس، كتجيو هكا بسهوله كتبداو تهزوا فيها وتحطوها تبلاصيوها هكا في الصينيه الفران اللي تكونوا ديجا موجدينها هانتوما. والصوينيه الثانيه ديالنا ها هي حتى هي عمرناها تبارك الله، خرجتنا الخير والبركه. غادي ندخلوها حتى هي مع اختها الفران يطيبوا يكمل حتى يعني يكملوا طيابهم مع بعضياتهم. هنا دابا غادي ندوزو بالنسبه للطياب، كما نعرفوا الصابلي ما كياخذش واحد الوقت طويل ما بين 14 16 دقيقه ماكسيموم. في الاول كنشعلوا عليها البنات غير من التحت
حتى كيبان ليا كتزاد الحجم ديالو شويه مع ديك الخميره وشد فراسو هذا، كنقدر نخرج الصينيه كنقلب الحليوات من التحت الى بالو ليا تحمروا، كنقدر نزيد واحد دقيقه ولا جوج ماكسيموم من الفوق، يعني ما خصوش يتحمر بزاف، صافي وكنخرجوا. والحلويات ديالنا ها هي يلا خرجت من الفران. المهم قلتهم كلهم هكا في صينيه وحده وغطيتهم وخليتهم يبردوا، عملا قضيت شي شغالات وعاد ما ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نزينوهم. بيان سو اقتراحات زين كثيره جدا جدا. المهم انا اليوم ان شاء الله المكون الضروري اللي ممكنش يستغنى عليه واللي هو الكوك او جوز الهند المبشور اللي كيعجبني انا صراحه في هكا في هاد الحلويات هادو الدوازاتاي. عندي هنايا شويه ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي حتى هو محمر دزت هرمشتو، عندي شويه ديال القرقاع ولا الكاشيو ولا اللي كان، غادي نحتاجو كونفيتور او مربى ديال المجماج، وعندنا هنايا شويه شوكولا ها هو راه داب دزت ذوبت واحد شويه ديال الشوكولا السوداء تقريبا واحد هكاك واحد 200 غرام ذوبتها في حمام مريم، هي باش دغيا كما نقولوا كتعاونوها تطلق، حيت كاين اللي مثلا بعض المرات كاين شي اغلاط اللي كيديروهم البنات فاش كيذوبوا الشوكولاط، كاين اللي كتبدا تزيد مثلا الحليب ولا كتزيد مثلا شي حاجه بارده، هو اوتوماتيكمون فاش كتزيدي شي حاجه بارده راه داك الشوكولاط كيتكنزز. دائما الا بغيتو تخفو زيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، زيت روميه كتفحل كتعطيه اول حاجه اللمعه ودغيا دغيا كتفحل كتعاونو انه دغيا دغيا كيجرى. ايوا دابا غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التزيين. جيت هنا واحد الصينيه درت عليها هكا البلاستيك الغذائي ولا المهم ورق الفرن ولا شي حاجه، غادي ندوز نبدا بها اول حاجه واللي هما هادو ديال الشوكولا، لان كما تعرفوا دابا شويه الحال بارد كتقدر دغيا دغيا كتجمع. المهم كندوز هادو اللي درناهم ديال الفرشيط، غادي ندوز ندير نصهم هكا شوكولا، تقدروا دوزوهم تخليهم بحال هكا مثلا ولا تقدروا ديروا بحالي انايا غادي ندوزوهم مثلا في هذا الكاوكاو هذا مهرمش. شوفوا كيفاش كيجيو ها نتوما كيجيو رائعين بهذا الشكل هذا، ولا تقدروا دوزوهم نيت في الكوخ ولا بيسكوي ولا مثلا هكا غوفريت هكا اللي مهرمش. المهم كل كما نقول لكم اهم حاجه ما عمركم في الحلويات تصعبوا على راسكم بحال اللي كندير انا، كتبعي دائما هذاك الشيء اللي متوفر عندك اللي موجود عندك في الدار كتقدري تخدمي به، اللي موجود نخدمو به. ما هنا دابا غادي ندوزو لهاد الشكل هذا اللي درناه سامبل غير داير بحال هكا. المهم غادي ندوزو هذا حتى هو محد الشوكولا بقى هكا خفيفه، ندوزو نديرو ديك ديك الحلوه عرفتوها العاديه عرفتو ديك اللي كنت انا بعدا شخصيا كنت كنحماق على وليدي اللي كيديروا فيها هكا شويه الشوكولات وكيديروا فوق منها هكا قرقاع، هذه بعدا من الحلويات اللي كنت كنتسطى عليها وكانت هذيك الساعه كيديروها ضروري، كانت من الحلويات الرسميه في العيد بعد ريش بوند وداكشي، هذه حتى كانت من الحلويات اللي دوزنا معها طفوله جميله وكانوا كيديروها حتى في العراسات بزاف. المهم غادي ندوز كندير شويه كديري شويه الشوكولا وكدير هكا قرقاعه ولا لوزه ولا اللي كان. تقريبا كاع الحليوات ساليناهم، هذه دزت بسرعه عمرتها، هذه اللي درناها بزنجلال عمرت الوسط ديالها بهذاك الشوكولا ودرت عليها هاد لي بيبيت هادو هكا صغيورين ملونين. المهم غير بقى لي سميتو قلت اجي نزوق اجي نزيد نعمرو. المهم هنا يبقى لنا الشكل الاخير واللي هذا اللي درناه بلوزاز ديال ليمون. المهم كيجي بنين هذه سورتو هذه كتجي بنينه بزاف. المهم هنايا دزت خديت تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال مربى المشماش ولا مربى الليمون، المهم بحال الليمون المشماش راه كيتماشاو المذاقات ديالهم. غادي نزيد عليها تقريبا واحد 2 معالقات كبار ديال الماء الزهر ولا تقدروا تخفوها بالناباج اللي بغيتو. المهم غادي نخلط انا هذا المزهر هذا معاه مزيان، المهم انا المزهر كيعجبني بزاف النكهه ديالو في هكا في دوازاتي، وغادي نحتاجو هنايا داك الطبيصيل اللي قلت لكم في الاول عندنا ديال الكوك. المهم غادي ندوزو نبداو ناخذو هاد الحليوه هادي غادي نحاول نفندها في هاد الخليط هذا ونحيد دائما هذاك الفائض ولا داك الزائد اللي كيبقى عندنا باش ما تجيش عاوتاني عامره مشارجيه بزاف. صافي غادي ندوزها هكا في الكوك كامله، ما نساوش الجنيبات نعمروهم وصافي، والوسط ديالها نعمروه هكا هكا ناخذ واحد المعلقه ونعمرها بالوسط ديالو بالمربى او بالكونفيتور. صافي ان شاء الله. المهم هذه هي الطريقه باش غادي نزين، نتوما تزينوا ديك الساعه كما قلت لكم باش ما بغيتو اللي توفر عندكم.
وهنا هنا الحادقات ديالي الحلويات ديالنا صبحوا جاهزين ودست قديت هنا جوج بلاطوات كيف كيف كما تشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو هكا بلاطوات اللي مشكلين انا مازال زدت عليهم هنايا الفقاص ومن لا يحبوا كاين اللي ما كيحبوش الفقاص المهم هاد الفقاص ماشي انا اللي صايبتو مي في القناه سبق لي وصايبتو معكم بامال دو فوا باشكال كثيره يعني الا بغيتو تشوفوا طريقه ناجحه لتحضير الفقاص البلدي على حقه وطريقه راه كاين في القناه. المهم رجعوا لحلواتنا اليوم كما شفتوا بعجين واحد خرجنا شكيلات ربعه مشكلين زوينين في المتناول يمكن لكم تحضروهم جايين عندكم ناس ضياف ليكم تانتوما هكا يكون عندكم حليوات دوازاتاي في ديوركم. واكيد كنضرب لكم موعد فيديوهات متنوعه تحضيرات اجواء اسبوع وصفات المهم غادي يكونوا فيديوهات زوينين في الايام الجايه فترقبوهم كونوا في الموعد وتهلاو في راسكم. بوسه كبيره لكم يا احلى غزالات وباي باي.